تعالوا نعرف حكاية الأرض المقدسة، أرض فلسطين. بس خلينا نرجع بالزمن من البداية خالص، من أول ما دخلها الكنعانيون أبناء سام قادمين من شبه الجزيرة العربية ما بين 3000 قبل الميلاد و2500 قبل الميلاد، وفي نحو 1250 قبل الميلاد دخل يوشع ابن نون عليه السلام بقومه إلى أريحة، ودارت معركة بينهم وبين قوم من الكنعانيين انتصر فيها ودخل إلى فلسطين. لكن انقسموا إلى قبائل كتير وانتشرت بينهم الحروب والنزاعات، ولما جه نبي الله داود عليه السلام وحد القبائل وحولها إلى مملكة متحدة عاصمتها القدس، وسع حدود مملكته وهزم المؤابيين والعمونيين والأدوميين، وقد خلفوا ابنه سليمان في حكمه. بعد وفاة سليمان عليه السلام قسمت دولة بني إسرائيل إلى مملكتين، إسرائيل ويهوذا. وفي عام 721 قبل الميلاد استولى الأشوريين على مملكة إسرائيل، وفي عام 586 قبل الميلاد هزم البابليون بقيادة نبوخذ نصر مملكة يهوذا، وأسروا أهلها إلى بابل وهدموا الهيكل اللي كان بيعتقد اليهود إن سليمان عليه السلام قد بناه. وفي عام 539 قبل الميلاد وبعد احتلال الفرس البابل سمح ملكهم كورش لليهود بالعودة إلى فلسطين، لكن الغالبية منهم فضلت البقاء في بابل، وتعاملوا اليهود على يد الفرس معاملة طيبة لأنهم كانوا دايما أعداء البابليين، وأصبحت يهوذا ولاية من ولايات الفرس، والكلام ده كان لحد عام 332 قبل الميلاد. بعد كده انتقلت إلى ملك الإسكندر المقدوني بعد أن هزم الفرس واحتل سوريا وفلسطين لتصبح فلسطين تحت الحكم اليوناني. وموته بحدود عام 323 قبل الميلاد تناوب البطالمة المصريين والسلوقيين السوريين على حكم فلسطين، واللي خضعت في نهاية المطاف للحكم البطلمي، واللي شمل الفترة دي من عام 301 قبل الميلاد حتى عام 198 قبل الميلاد. انقسم اليهود تحت حكم الإغريق إلى قسمين، قسم اتبعوا الإغريق وبقى اسمهم اليهود الإغريقيين، وقسم تاني اتمسكوا باليهودية وهربوا من السلوقيين وهم الماكابيون، ونسبة إلى قائدهم يهوذا المكابي، واللي استقل بحكم أورشليم لما حصل الخلاف بين السلوقيين والبطلمة. وفي اعتقاد عند اليهود أن يهوذا المكابي قد قام بإعادة بناء الهيكل مرة أخرى. بعد كده احتل الرومان فلسطين وجعلوها ولاية رومانية تبع روما، ثم بيزنطينية بعد انقسام الدولة الرومانية، وفضلت تحت حكمها حتى منتصف القرن السابع الميلادي. وخلال فترة الحكم الروماني شهدت فلسطين ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، إلا أن اليهود وشوا به للحاكم الروماني سنة 37 ميلاديا واتهموه بالكفر، ومات لها من قصة الصلب على اختلاف تفاصيلها في العقيدتين الإسلامية والمسيحية. بعد كده خضعت فلسطين لحكم الرومان وكانوا بيولوا عليهم ولاة اللي كانوا بيختاروهم اليهود، إلا أن اليهود كانوا دائمي الثورة. وفي عام 66 ميلاديا صار اليهود في القدس على الحكم الروماني وحصرهم الرومان، واستطاع القائد تيتوس سنة 70 ميلاديا دخول القدس فدمرها بالكامل، وأخذ اليهود عبيد وبقوا يباعوا في روما، وهنا بدأ تواجدهم في أوروبا. صار اليهود بقيادة بار كوخبا سنة 135 ميلادية، فأرسلت روما الوالي يوليوس سيفورس فاحتل المدينة وقهر اليهود وقتل بار كوخبا، واتذبح من اليهود عدد 580 ألف نسمة، وتشتت الأحياء منهم في بقاع الأرض، ويسمى هذا بعصر الشتات. قبل ظهور الإسلام وتحديدا في القرن السابع كان حدث تمازج متصل بين المسيحيين في فلسطين والسكان العرب اللي كان العديد منهم مسيحيين كمان، وكان المسلمين بيتجهوا إلى القدس كقبلة للصلاة تطبيقا لما جاء في معجزة الإسراء والمعراج اللي روت إسراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى القدس وعروجه منها إلى السماوات السبع. وبعد معركة إجنادين وانتصار المسلمين فيها بدأ المسلمين يسيطروا على أراضي فلسطين، وفتح العرب المسلمين القدس من البيزنطيين سنة 637 ميلادية. أعرب الخليفة عمر بن الخطاب عن احترامه للمدينة وأنه تقبل بنفسه استسلامها، وكتب لهم وثيقة أمان اللي عرفت فيما بعد بالعهدة العمرية، وصف الفتح والوثيقة بأنها فريدة لتلك العصور، وأعطت الوثيقة أمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، فمن خرج فهو آمن ومن أقام فهو آمن. وشهد على ذلك خالد ابن الوليد
وعبد الرحمن ابن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان. وكان الاسم العربي اللي أطلق على القدس هو بيت المقدس مقابل للبيت الحرام. بعد كده جه العصر الأموي، ولما بلغت الخلافة الأموية أوج سلطانها وصل نفوذها إلى وسط آسيا شرقا وحدود فرنسا في أوروبا غربا، لتكون بكده أكبر إمبراطورية إسلامية في التاريخ. وقتها أمر الخليفة الأموي الخامس عبد الملك ابن مروان ببناء مسجد قبة الصخرة خلال فترة 688 ميلادية إلى 692 ميلادية فوق صخرة المعراج، ولا تزال حتى يومنا هذا رمزا معماريا للمدينة. بعدها جه العصر العباسي، وساعتها اغتنم العباسيون الخلافة من الأمويين بعد معركة أذاب، وبلغت الإمبراطورية العباسية أوج سلطانها ونفوذها في غصون قرن من إنشائها. وظلت فلسطين طوال الشطر الأكبر من الفترة الواقعة ما بين انتهاء القرن التاسع الميلادي وحتى الحملات الصليبية في نهاية القرن الحادي عشر للميلاد، تحكم من قبل حكام مسلمين اتخذوا القاهرة مقرا له. في عصر هارون الرشيد أصدر قرار بالسماح للإمبراطور الروماني في بيزنطة شارمين بتأميم كنائس القدس، وسمح ليهم أن يرسل البنائين والأموال لبناء كنائسهم. ثم أصدر قرار بيقضي بحماية لكل مسيحي يريد زيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس، فصار جنود المسلمين يحمون الزائر المسيحي من أي أذى حتى يقضي زيارته. انقطع تسلسل الحكم العربي والإسلامي لفلسطين بفعل الحملات الصليبية بين عام 1099 وعام 1187 للميلاد، ولكن الحملات المضادة بقيادة صلاح الدين الأيوبي وخلفائه استمرت حتى عام 1291، استرد فيها المسلمين آخر معاقل الفرنجة في قيصرة أو قيصرية وعكة، وقام فيها الفرنجة بعد دخولهم القدس بتعذيب وإحراق وذبح الآلاف من المسلمين العزل من الرجال والنساء والأطفال، فضلا عن العدد القليل من الأهالي اليهود اللي التجأوا إلى معابدهم. وكان المماليك هم من أخرج آخر الصليبيين من فلسطين، وهم من هزموا المغول بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان، وامتدت فترة سيطرتهم ما بين عامي 1260 إلى الحكم العثماني لمصر في 1517، وظل اسمها جند فلسطين. بعد كده هزم العثمانيين المماليك في حدود عام 1517 ميلادية، وكانت الدولة العثمانية سيطرت على فلسطين في عام 1516 بعد معركة مرج دابق في 23 أغسطس من ذلك العام. بعد كده جت فترة الثمانينات واستولت بريطانيا على مصر ووسعت حدودها وجعلتها جزء من الإمبراطورية البريطانية، وكذلك أقامت عدد من الحكومات الأوروبية مندوبيات وقنصليات في فلسطين الخاضعة للسلطة العثمانية. وكانت الحكومات الأوروبية بتشجع بشكل ما الهجرة اليهودية إلى فلسطين اللي بدأت تتكثف منذ ثمانينات القرن التسعتاشر إثر دعوة الحركة الصهيونية. وفي عام 1917 ضمن الحرب العالمية الأولى احتل الجيش البريطاني أرض فلسطين، وفي عام 1922 تأسس الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب قرار عصبة الأمم في مؤتمر سان ريمو عام 1920. وأشارت سرعة تنفيذ الانتداب إلى وعد بلفور اللي كانت الحكومة البريطانية قد نشرته في 2 نوفمبر 1917، والذي قال إن حكومة صاحب الجلالة البريطاني تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً إنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف الغير يهودية المقيمة الآن في فلسطين. وكان من ردود الفعل العربية الفلسطينية لوعد بلفور عقد أول مؤتمر وطني فلسطيني عام 1919 رافضاً لوعد بلفور، كونه كان وعد من لم يملك لمن لا يستحق، وكون فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 أحالت بريطانيا المشكلة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وفي 28 إبريل بدأت جلسة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين، واختتمت أعمال الجلسات في 15 مايو بقرار تأليف لجنة من الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.
وهي لجنة مؤلفة من 11 عضو. نشرت هذه اللجنة تقريرها في 8 سبتمبر الذي أيد معظم أفرادها حل تقسيم فلسطين، وفي الفترة التي تلت ذلك تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية من جميع الأطراف، وكانت لدى الصهاينة خطط مدروسة قامت بتطبيقها، وكانت تسيطر على كل منطقة بتنسحب منها القوات البريطانية في حين كان العرب في حالة تأزم عسكري بسبب التأخر في القيام بإجراءات فعالة لبناء قوة عربية نظامية بتدافع عن فلسطين. وقتها نجحت القوات الصهيونية باحتلال مساحات تفوق ما حصلت عليه في قرار التقسيم. خرجت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بسبب المعارك وخوف من المذابح اللي حدثت والقصف الصهيوني. وفي 13 مايو وجه حياة وايزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي هاري ترومان بيطلب فيها منه الإفاء بوعده والاعتراف بدولة يهودية، وأعلن عن قيام دولة إسرائيل في تل أبيب في تاريخ 14 مايو الساعة 4 بعد الظهر. وغادر المندوب السامي البريطاني مقره الرسمي في القدس وتوجه إلى بريطانيا. وفي أول دقائق من 15 مايو انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين، وأصبح الإعلان عن قيام دولة إسرائيل نافذ المفعول، واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بدولة إسرائيل بعد ذلك بعشر دقائق فقط. ولكن القتال استمر، وأصبحت الحرب بين دولة إسرائيل والدول العربية المجاورة، واستمر الصراع سنوات وسنوات، والكيان الصهيوني المحتل يستخدم أفظع الجرائم الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وعلى مرأة ومسمع من العالم كله. وإلى الآن لا يوجد سلام أو حل عادل للقضية الفلسطينية وأرض فلسطين.